الزعماء المسلمين غير مسؤولين. اليوم انحصرت القصة طيار المستقبل، بس قبل كنت أقول للكل أنه المسلمين غير مسؤولين. اثنين، بقول لك سواء طبق هذا القانون أو لم يطبق، الأسباب الموجبة لا يستطيع أحد من المسيحيين أن يتخلى عنها، لأنه سيتحمل مسؤولية ذلك أمام الشعب المسيحي، وسيتهم بالبنان أنه يهوذا الأصغريوطي في الثقافة المسيحية الذي باع الحق المسيحي بـ30 من الفضة. دولة الرئيس أليل فرزلي، شكرا لك على حضورك معنا اليوم بحوار اليوم. مشاهدينا شكرا على متابعتكم هذه الحلقة. طبعا برنامج حوار اليوم يتجدد غدا في تمام الساعة 11:30. تابعونا وإلى اللقاء.